أكدت مصر وأستراليا رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ومحذرين من تأثيراتها على تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. وخلال اتصال هاتفي تلقاه سامح شكري وزير الخارجية من نظيرتها الأسترالية بيني وونغ، شدد الوزيران على ضرورة وجوب امتثال لإسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم بالتالي وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة.